في عندك صفحة العنوان Valvular Disease. أنا أقول لك القاعدة وأنتوا اللي هتشرحوا دلوقتي. مش هشرح، أنتوا هتشرحوا دلوقتي. Valvular Diseases، Valvular Diseases. في عندنا أربع عيوب في الصنوات، دول عليكم مهمين. ركزوا بقى معايا. واحد Mitral Stenosis. واحد إيه؟ Mitral Stenosis. اثنين Mitral Incompetence. ثلاثة Aortic Stenosis. أربعة Aortic Incompetence. عندي أربع عيوب في الصمامات، أربع عيوب في الصمامات. إيه المطلوب منك في كل واحدة فيهم؟ رقم واحد السايتس، هحط لك استامبة قاعدة دلوقتي. رقم اثنين الكومبليكيشنز، اللي سوري مش السايت، الكوزز. كويس. اثنين الباثولوجيكال افكتس اند كومبليكيشن، لما يحصل عيب في الصمام يأثر على القلب ازاي. بصوا يا شباب، فوق وتحت. احفظ بقى معايا القاعده دي، رايحك في الجدول ده خالص. كلهم بلا استثناء ممكن الطفل يتولد بهذه العيوب من غير اي مرض، هو مولود كده. يبقى اول سبب فيهم كلهم ايه؟ كونجنيتال. يبقى دي واحد متكرر فيهم هما الثلاثه، خلاص. ده السبب الاولاني. اثنين، خدنا مرض بيجي في الشمال بيأثر على صمامات الشمال، اللي هو مين؟ روماتيك فيبر. يبقى الروماتيك تعملهم كله، هي الروماتيك تعمل السينوز ولا الانكومبتنس؟ اورتك ولا مايكرو؟ الاثنين الشمال برضه. يبقى اذا كلهم ممكن يبقى سببهم روماتيك فيبر، صح كده؟ لان الروماتيك فيبر ممكن تعمل سينوز، ممكن تعمل انكومبتنس، وبتأثر على صمامات الشمال المايكرو والايه؟ والاورت. دي المايكرو. لا لا، مش الاشف نديول اللي هي اللي نزلت تحت. لا لا، هو الاوت ميون ده ضرب الناحيه الشمال. ايه السبب؟ ما فيش تفسير واضح للموضوع ده يعني. تمام. هي بتحب الشمال. يبقى واحد كونجنيتال، اثنين روماتيك. السبب المرض الثالث اللي خدناه اللي ممكن يعمل مشاكل في الصمامات برضه، اللي هو الصاب اكيوت بكتيريا الاندوكراس. هي الصاب اكيوت تعمل السينوز ولا الانكومبتنس؟ فايروس برضه، خلاص. يبقى اذا السبب الثالث المتكرر، يبقى في ثلاث اسباب متكرره فيهم، هم اربعه. ايه هم ثلاث اسباب؟ كونجنيتال وروماتيك وصاب اكيوت. هزود سبب رابع في الثلاثه الاخرى دول، في المايترال انكومبتنس او اكسموز او انكومبتنس. سبب رابع هزود في المايترال انكومبتنس. عارفين بابيلاري مصر؟ ايه وظيفه البابيلاري مصر؟ بتشد مين؟ بتشد مين؟ بتشد الكاست. يقول لك طب لو البابيلاري ماسل برقعت دامج لاي سبب، بسبب انفاركشن، بسبب تروما، بسبب اي حاجه، بابيلاري ماسل دامج. لو البابيلاري ماسل يا اولاد حصل لك خلل بازك، يحصل ايه في الصمام؟ الصمام مشدود بالبابيلاري ماسل، بازت البابيلاري ماسل، خلاص الصمام بقى ايه؟ انكم. تمام. يبقى هزود هنا سبب اسمه بابيلاري ماسل دامج. ده فين؟ ده في المايترال انكم. طيب هزود في الاورتيك ستينوزز. ستينوزز سينايل كالسيفيكيشن، يعني ممكن الاورطه يضيق مع السن ويحصل له تصلب. ليه يحصل له تصلب؟ في مرض مشهور بيجي في الكبار، بيجي في الشرايين، اسمه اثيروسيروز. اثيروسيروز تصلب الشرايين، اللي هو في البدايه يبقى شويه دهون جوه الجدار مع شويه تليل شويه انفلاميشن ويحصل كالسيفيكيشن. يبقى سينايل كالسيفيكيشن اللي هو سببه تصلب الشرايين في الايه؟ في الاورطه، يأثر على صمام الاورطة ويضيقها. الاورتيك انكومبتنس، ايه اللي ممكن يفتح الاورتيك فالف؟ اللي ممكن يفتح الاورتيك فالف ان الاورطة نفسه يدايليت. هو احنا يا اولاد لو عندي الفالف، الفالف هنا اهو، الفالف هنا والاورطة اهو، خلاص، وانا وسعت الاورطة، يحصل ايه في الفالف؟ يوسع. اورطة اهو، اورطة اهو، دايليتد 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 كده. يبقى الفالف احوله ايه؟ ستريتش بيوسع. هيبقى انكومبتنت جدا يعني، صح؟ دايليتيشن في الاورطه اسمه ايه؟ انيوريزم. يبقى هزود هنا انيوريزم. احنا خدنا مرض في شابتر الجرانيلوما بيعمل انيوريزم في الاورطه، زي السافلس مثلا على سبيل المثال يعني، وفي انيوريزمات ثانيه بس السيفليتك اشهرهم واهمهم. ليه؟ لانه بيجي في الاسندنج اورطه. فاكرين السيفلس كان بيجي فين؟ في الاسندنج. الاسندنج يبقى طالع من القلب يعني مرتبط بالصمام على طول. فلو الاسندنج وسع يبقى الصمام يوسع، صح؟ يبقى تاني عندي ثلاث اسباب ثابته فيهم كلهم، اللي هم ايه؟ زودنا في الميترال انكومبتنس بابيلاري ماسل اتدمر، زودنا في الاورتيك ستينوزز سينايل كالسيفيكيشن، زودنا في الاورتيك انكومبتنس الانيوريزم.
خلاص ده بالنسبه للاسباب. بص يا اولاد ثبت تحت خالص قبل ما اتكلم على الهيموداينامك هقول لكم اللعبه ايه وانتوا اللي هتشرحوا. ثبت تحت خالص برضو عده كومبليكيشنز. مين في دول يعمل هارت فيلير؟ كلهم صح، كلهم ما يعملوا فشل في القلب بشكل او باخر، يبقى الهارت فيلير موجود في الاربعه. اي عف الصمامات يفشل القلب. طريقه الفشل ايه بقى؟ على حسب. طيب لو ما كانش سبب عيب الصمام اندوكاردايتس، لو ما كانش السبب اندوكاردايتس هتحصل اندوكاردايتس صاب اكيوت. ليه؟ لان الاماكن اي صمام فيه عيب بيتكون عليه ايه؟ فيجيتيش. وطالما فيه فيجيتيشن اي بكتيريا هتعيش جوه الفيجيتيش فيقلب بصاب اكيوت اندوكاردايتس. يبقى من ضمن المضاعفات صاب اكيوت اندوكاردايتس لو ما كانتش هي السبب. خلاص الصاب اكيوت اندوكاردايتس تحصل فيهم كلهم، صاب اكيوت اندوكاردايتس فيهم هم كلهم. تمام؟ مش احنا قلنا العين الروماتيك يجيله صاب اكيوت اندوكاردايتس، والعين الكونجينيتال بل لو في بكتيريا في الدم تقلب صاب اكيوت اندوكاردايتس كلهم كده. تمام؟ يبقى الصاب اكيوت ده كومبليكيشن سيل. ايه كمان ممكن يحصل؟ جلطات الموجوده ممكن تعمل امبوليس، ممكن تعمل امبوليس في بعض الحالات، ممكن يحصل امبولايزيشن. والامبوليزم دوت طبعا الثرومبس الاول، بتقول ثرومبس الاول وبعد كده امبوليزم في بعض الحالات، يبقى ثرومبوز السابت. يبقى عندي ثلاثه كومبليكيشن سابت. ايه الكومبليكيشنز اللي بتتغير بقى؟ الهيموداينامك افكت. بمعنى ايه بقى؟ ركز بقى معايا انتوا اللي تشرحوا لي دلوقتي. بصوا يا اولاد انا هرسم رسمه القلب وعايزكم بسرعه شديده جدا تقول ايه اللي هيحصل. ادي القلب اهو، شمال اهو، يمين اهو. انا بتكلم في مايترال ايه؟ طيب مايترال ستينوز، يعني مايترال ايه؟ داير. ركز بقى معايا اشرح لي بقى الهيمودينامكس. الكلام ده ما بيتحفظش بيتالف. يلا هيمودينامكس ده داير صح؟ طيب الدم فين؟ في الليفت اتريوم. هيتجمع في الليفت اتريوم صح؟ طب لما يتجمع الدم في الليفت اتريوم والضغط يزيد يحصل ايه في الليفت اتريوم؟ دايليتيشن وهايبرتروفي. يحصل ايه؟ دايليتيشن وهايبرتروفي في الليفت اتريوم. ده طبعا ممكن يساعد على تكوين جلطات، بس مش دي قصتنا برضه. دايليتيشن وهايبرتروفي في الليفت اتريوم بياخد دم منين؟ من اللنج. وهو ضغطه زي ضغطه عالي هياخد دم من اللنج؟ لا، فاللنج يحصل فيها لنج ايه؟ يبقى اللنج كونجستد. جميل؟ مش هتعرف توصل الدم هنا، ده مليان. اللنج الكونجستد تاخد دم منين؟ من البالمونري ارث. ما تنطوش. بياخد دم منين؟ من البالمونري. طب البالمونري واصل لللنج ضغطها عالي يحصل ايه في البالمونري؟ ضغطه يعلى. يبقى اسمها بالمونري هايبر تنشن. جاي منين البالمونري؟ جاي من الرايت. البالمونري ضغطه عالي، ضغطه عالي، الرايت يعرف يضخ دم، فيحصل ايه في الرايت؟ رايت سايد هارت فيلير. يبقى نهايه الميترال ستينوزز رايت سايد هارت فيلير. الفالف الضيق ده بيوصفوه دايما بتوع الباثولوجي بيحبوا التشبيهات، بيقول لك الصمام الضيق ده بيسموه فيش ماوث. بيسموه ايه؟ فيش ماوث، عامل زي بق السمك. ماشي؟ طيب يبقى قولوا لي بسرعه تاني الهيمودينامكس هنا الافكت. يلا ها بسرعه 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 ها من غير ما تبص على الرسم. المايترال ده المايترال ده المايترال ده ماشي مش عارفه يعني انا عايز اماكن اماكن مواقع ليفت سايد الاول ليفت اتري ماله دايليشن هايبر لانج pulmonary hypertension right side heart failure وطبعا بيحصل فيه برضه dilation و hypertrophy قبل ما يحصل له كده. حلو الكلام؟ موضوع بسيط خالص. نيجي للميتال incompetence. ايه اسباب الميتال incompetence؟ ايه اسباب الميتال incompetence؟ congenital rheumatic subacute وزودنا ايه تاني؟ والبابان مصر التراكشن. خلاص بصوا معايا كده، ادي يا اولاد القلب اهو، القلب قدامك اهو. مايترال انكومبتنت يعني ايه انكومبتنت؟ يعني دم طالع ونازل صح؟ طيب هناخد القلب في حالتين، في السيستول سيس، في الدايستول اول. دايستول دم يروح فين؟ دايستول دي ينزل خلاص، عندي كميه دم هنا في الدايستول. طيب سيستول المفروض ان السيستول الدم يخرج من الاورطه وما يرجعش، انا عندي هنا ارتجاع، يبقى مع السيستول هيحصل ريجاركتيشن اوف ذا بلاد. يبقى في عندي بلاد بتوين مين ومين؟ الليفت اتريوم والليفت مين؟ والليفت فنتريكل. وبالتالي يحصل ايه في الليفت اتريوم؟ دايليتيشن وهايبرتروفي. يحصل ايه في الليفت فنتريكل؟
دايليتيشن وهايبرت. يبقى اذا المريض ده بدا بليفت فينتريكولار ليفت اتريال دايليتيشن وهايبرت. طب يا ترى هل هتحصل نفس المشاكل هنا؟ هو مبدئيا دلوقتي هو ليفت سايد هارت فيلير ولا الليفت شغال؟ شغال. شغال؟ يعني هو دلوقتي هل الليفت بيأدي وظيفته؟ لا. ليه؟ الدم بيتحرك هنا ما بيروحش الجسم. يعني هو حاليا عنده ايه؟ عنده ليفت سايد ايه؟ هارت فيلير. طيب هل هيؤدي الى رايت سايد هارت فيلير؟ يعني الليفت سايد هارت فيلير هيوصل لرايت سايد هارت فيلير؟ ليه؟ نفس الميكانيزم، نفس اللفه. ما نفس اللفه تاني، ما الدم منفوخ مليان دم، اللنج هتبقى كونجست، البالمونري هايبرتنش، الرايت هايبوس. يا اولاد امراض الشمال تزعل اليمين دايما، امراض الشمال تزعل اليمين دايما. يعني الليفت يعمل رايت دايما، مفيش كلام. طيب بس هنا حصل ليفت. يعني ايه الفرق بين ده وده؟ يعني بالاخر يعني الفرق بين ده وده يعني بالاخر كده عين عمل اشعه اهو، الفرق ده الفرق حاجه واحده، دي حاجه واحده. ليفت فينتري، الليفت فينتري اللي هي دايليتد، لا بس مش نازل له دم اصلا، بس ده الفرق. طيب يلا اورتيك ستينوز، موضوع بسيط برضه. يلا ادي ادي يا اولاد القلب اهو، اورت اهو، ضيق اهو، خلاص. يلا مشكلته مع السيستول ولا مع الدايستول؟ مشكلته مع السيستول. يقول لي مع السيستول ايه اخبار ريزيستنس؟ انكريز ريزيستنس، صح؟ ولا الريزيستنس العاليه تعمل ايه في الليفت فينتريكل؟ دايليتيشن وهايبرتروفي، خلاص. والدايليتيشن وهايبرتروفي اثر على الليفت اتريوم طبعا. طالما ده دايليتد وهايبرتروفايد مش عارف يضخ دم، مليان دم، يبقى اذا الدم مش عارف ينزل من الليفت اتريوم، يبقى في النهايه برضو هنوصل لليفت سايد هارت فيلير، يوصل الى رايت سايد هارت فيلير. الله ده قصه واحده يعني. طب نشوف الاورتيك انكومبتنس. الاورتيك انكومبتنس ادي القلب اهو، اورت اهو. مشكلتي في السيستول ولا في الدايستول؟ لا الاثنين. لا احنا قلنا كلهم السيستول اهو، دم هيتحرك ولا لا؟ هيتحرك. طب مع الدايستول الدم يرجع. يعني عندك وكأن القلب بيشفط دم الجسم وبيشفط اللي دفع اللي زقه بيزقه ياخد تاني، فيحصل ايه في الليفت سايد؟ ليفت سايد دايليتيشن وهايبر. في الليفت فينت يأثر على الليفت ات دايليتيشن وهايبر، يبقى برضه دخل في ليفت سايد هارت فيلر وهيعمل رايت سايد هارت. يبقى القصه في الاخر واحده، عشان كده قلنا مريحنا دماغنا من الاول وقلنا ايه؟ هارت فيلر. بص يا اولاد كلهم بلا استثناء، كلهم بلا استثناء الليفت اتريا اخباره ايه؟ دايليتد هايبرتروفايد، خلاص. وكلهم الليفت فينتريكل دايليتد وهايبرتروفي ما عدا المايتال سينوس، وكلهم هيوصلوا الى رايت سايدد هارت فيلر، خلاص. وطبعا كلهم فيهم هيتكون فيهم جلطات، لان الدم الراكد الذي لا يتحرك ستيزز هيعمل ايه؟ ثرومبوزس. ده قصه الفالفولار ديزيزز. موضوع بسيط خالص. في عندي كلمتين بس في من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها. احنا قلنا يا اولاد في كالسيفيك هارت سيريس، كالسيفيك اورتيك ستينوزس. مش احنا قلنا من ضمن اسباب الاورتيك ستينوزس سماع الكالسيفيكيشن، وانا شرحت لكم قلت لكم ايه سببه؟ ليه بيحصل سماع الكالسيفيكيشن في الاورتا؟ عشان الاثيروسكلروزس بسبب الاثيروسكلروزس. بس هو بيقول لك في سماع الكالسيفيكيشن بيحصل في انه سن؟ ايه سببه؟ الاثيروسكلروز فولود باي كالسيفيكيشن. في كلمه كده بيقول لك ليد تو اي اتش دي. ايه اي اتش دي؟ اسكيميك هارت ديزيز. برافو. اسكيميك هارت ديزيز هيحصل اسكيميا لان مفيش كميه دم توصل للجسم ولا للكرونر. يحصل اسكيميا في القلب طبعا. طيب في عندي مرض غريب شويه كده اسمه ميكزوميتاس مايترال فالف. اسمه ايه؟ بص يا اولاد ميكزوميتاس مايترال فالف يعني ايه بقى؟ قصة غريبة كده بتحصل في بعض الشباب نسبة من نص ل 2.4%، من نص ل 2.5، من نص 2.5 من الشباب بيقول لك على طول حاسس بالبالبيتيشن. حاسس بايه؟ بالبالبيتيشن، قلبه بيرفرف كده على طول، كويس، بسبب وبدون سبب. فبيقول لك الرفرفة اللي على طول ديت، فبدأ يعمل اي سي جي لقوا ان في مشاكل في ضربات القلب، راح عمل ايكو لقوا قالوا له عندك ارتجاع في الميترال. عندك ايه؟ ارتجاع في المايك، والارتجاع ليس بسبب حمر وديزمان ولكن بسبب فالف برولابس. عارف ايه كلمه برولابس؟ برولابس يعني مترهل.
يعني مترهل سايب كده الفالف سايب مش مشدود كويس. ليه؟ بيقول لك لان في بعض الحالات بيحصل ترسيب ميكزويد. يعني ايه ميكزويد؟ يعني ميوسين اكسترا سيلر ولا انترا سيلر؟ اكسترا سيلر. بيبقى في ميوسين اكسترا سيلر جوه الصمام نفسه، فالميوسين ينفخ الصمام، بس الميوسين ماده جيلاتينس تعمل ترهل في الصمام. ايه السبب؟ لحد النهارده ما يعرفوش ايه السبب. فمعظم الحالات ايديوباثيك انون كوز، ترهل في الصمام غير معروف السبب. قال لك يمكن وراثي، وفي حالات قليله قال لك يمكن حصل تروما في القلب، تروما داخليه انترنال تروما، بس ده مش شائع يعني. المهم الخلاصه ايه؟ ان انا هلاقي عندي الفالف، احنا قلنا جواه ايه؟ ميوسين. فيبقى حجم الفالف ايه؟ كبير. هلاقي الفالف بالون منفوخ عامل زي بالون، بس بالون دو برولابس مترهل مش مشدود، عمال بيلعب يعني الدم يزقه، اللي يزقه من تحت يزقه، اللي يزقه من فوق يزقه، فاللي عايز يعدي يعدي يعني. فهو سايب بصمام، سايب بوابه بايظه كده، الكل اللي بيروح يروح ليه يجي كويس. فهو بالون تحت الميكروسكوب لو ان الفالف فيه ايه؟ ميكزويد تيشو. خلاص، ويبصوا تحت الميكروسكوب لقوا ان في ميكزويد تيشو. طبعا الكورده هتبقى ثيك ولا ثين؟ ثين، رفيعه، طالما في ترهل الكورده هتبقى ثين، والفالف فيه ميكزويد ديجنريشن. في بعض الحالات بيبقى اسيمبتوماتيك، وفي حالات اخرى بيعمل الكومبليكيشنز دول اللي احنا قلناهم، لان هو هيعمل انكومبتنس، فممكن يحصل هارت فيلير، ممكن يحصل سب اكيوت اندوكاردايتس، ممكن يحصل ثرومبوزس. جميل، لان هو في الاخر ممكن يعمل انكومبتنس يعني. تمام مايترال او تراكاس بالده او ده، بس هي موست كومن في تراكاس، موست كومن في تراكاس. قولوا لي ده منفوخ، منفوخ جوا ميوسين. انا عندي الكاسب، مش انا كاسب، كاسب كده صح، بوابه، دي بوابه خلاص. لما يبقى فيها ميوسين كتير منفوخ، بس منفوخ ومترهل مش مشدود، كورده رفيعه عامله زي فتله كده، فتلاقي هو يعني يروحوا يتزق كده ويتزق كده. تمام، كور بوفينام يعني كلمة بوفينام جاية من بوفاين، يعني زي القلب بقري يعني. كور بوفينام يعني قلب بقري يعني كبير قوي. خلاص يا ولاد؟ طيب يبقى تاني الميكزوميتس برولابس فالف نسبته كام؟ نص 2.5. اولد ايج ولا يانج ايج؟ يانج ايج. خلاص، ايه سببه؟ النوم. ولكن بعض الحالات اللي يكتب دي هيترو. اوصف لي البالون. بالون، بالون رولابسد، الكوردة ماسكة نفسها ولا تن ممسوكة فتلة، بالونة ممسوكة فتلة، تروح وتيجي جواها في ايه؟ ميكزويد تيشو. ايه الكومبليكيشنز؟ ممكن يبقى اسيمبتوماتيك ملوش اعراض على فكرة، ممكن مفيش اعراض. لو في اعراض هتبقى بالبيتيشن. طب ايه المضاعفات اللي ممكن يعملها؟ ما هو هيعمل انكومبتنس، يبقى نفس المضاعفات اللي هم ايه؟ هارت فيلير، سب اكيوت اندوكاردايتس، وثرومبوز. وفي حالات نادره جدا جدا يقول لك الهارت فيلير ده بيبقى اكيوت بيموت فجاه. وثانك يو فيري ماتش، كمل بعض الصلاه ان شاء الله. Damn it, great.